نتواصل معكم مشاهدينا وفقرتنا الآن من خلالها رح نحكي عن واقع عمل المرأة لدينا في الأردن، لأنه الواقع بيحكي أنه صار من واجبات الحياة ومتطلبات الحياة وصعوبات الحياة إنها المرأة تعمل لمساندة الرجل نظرا للظروف الاقتصادية، لكن بنفس الوقت بتواجه المرأة مشاكل في المجتمع نتيجة هذا العمل أو في بعض من المهن، وبالتالي ممكن أنه ينعكس على حياتها، مدى تأثيرها على أسرتها. هل الأسرة فعلا الأردنية تشجع عمل المرأة؟ هل القوانين والتشريعات تنصف المرأة فيما يتعلق بمجال العمل؟ عدد من الأمور التوضيحية البسيطة اللي ممكن يفهموها كل اللي عم بيشاهدونا. فاسمحونا نرحب بضيفة البرنامج الأستاذة المحامية مرام دنيبات. أهلا وسهلا بك أستاذ مرام. أهلاً. لكن اليوم إحنا رح نحكي من وجهة نظر يعني حضرتك رئيسة جمعية حقوق الأسرة. نعم. أهلا وسهلا. أهلاً فيكي. هلا. طبعا إحنا لما نحكي أسرة معناته بنحكي عن الرجل، امرأة، الطفل، أطفال، كبير السن. بالضبط. كل الفئات. الأسرة الممتدة والأسرة الصغيرة. الأسرة النووية. نعم. على كل ناخذ بس هيك كمبدأ يعني لحوارنا، هل جمعية في ايش بتهتم يعني؟ نعم. او اهدافها؟ هي بصراحة هي جمعية من مجموعة من القانونيين والناشطين في المجال القانوني اللي بتفتقر لإله عندنا في المجتمع الأردني هذا التخصص من بين الجمعيات، بحيث أنه بتهتم في التشريعات والقوانين والإتفاقيات الدولية اللي بتتعلق في الأسرة بشكل عام، بما فيها طبعا المرأة والطفل والرجل والكبير بالعمر وكل الفئات اللي بنقدر نسميها أسرة. فانطلاقنا من هاي الجمعية بالإضافة لعمالنا بنحاول نأسس لفكرة الوساطة للمنازعات الأسرية، بنحاول نحل المشاكل الأسرية بعيدا عن أسوار المحاكم، بحيث أنه نحاول نرجع الناس لبعض، أو إذا صار يعني الخلاف احتدم بيناتهم، حتى لو بده يصير طلاق أو أي إجراءات أخرى تتم خارج المحاكم بالتوافق والتراضي وبعيد عن القضاء. بالضبط. بالضبط. لأنها طويلة. طبعا طويلة وميت سيئة فيها. صحيح. طيب استمرام الآن إحنا بنحكي على عمل المرأة في المجتمع الأردني، والكل بيعرف إنه الظروف الاقتصادية للأسرة الأردنية أصبحت صعبة يعني. نعم. نعم. والأسرة اللي عندها 4 و5 و6 و7 الله يعين رب الأسرة فيها. صحيح. فهل الآن فعلا أصبح عمل المرأة في المجتمع الأردني صارت شغلة حتمية لازم تكون موجودة؟ بالضبط. ستي شوفي، بالنسبة لعمل المرأة يعني أنا دائما بقول عمل المرأة تاريخه في العالم ابتداء بدأ أيام الثورة الصناعية، ولما كان بلشوا الحروب وكيف كانت الرجال يموتوا في الحروب، فبلشت في أوروبا وفي أمريكا تظهر النساء لكي تحل محل الرجال في الأعمال اللي فيها نقص. ففي هذاك الوقت بدأت المرأة تخرج فعلا للعمل، وأصبحت تعمل في أعمال يعني لا تتناسب مع طبيعتها، وكان لهذا سبب أنه هي كانت بحاجة لتغطية مكان الرجل. ثم بعد ذلك أصبحت المرأة، لأنها للأسف يعني طول عمرها المرأة من أيام اليونان والرومان والكنيسة مضطهدة بالعالم كله، فكانت تستغل المرأة للأعمال بأجور متدنية زائد ظروف عمل سيئة. فأصبحنا الآن يعني نحتفل بيوم العالمي للمرأة، اللي هو أول مظاهرة ظهرت بال 56 في أمريكا أيام لوثر كينج لما طالب بالحقوق المدنية. نزلت النساء إلى الشوارع لكي تطالب بالحقوق الأساسية اللي المفروض إنها تأخذها مثل الرجل يعني. فهذا الاستغلال لوضع المرأة من هذاك الأيام بلشت تطالب بالحقوق. الآن الوضع إحنا في بلادنا يعني صارت تتصدر لنا بعض الأفكار اللي عم تجينا من العولمة، طبعا بحكم العولمة وأصبحت يعني الأردن جزء من العالم شئنا أم أبينا. صحيح. يعني فالمعلومات عم تيجي لبناتنا، عم تيجي لأولادنا، الأوضاع الاقتصادية صارت بترتب على المرأة إنها تعمل، لكن هناك أصبح في مفارقات يعني للأسف، إنه إحنا في عنا اتجاهات في المجتمع، في اتجاه ينادي
بعدم عمل المرأة وبقاء المرأة يعني، وهذا الكلام مش فقط عندنا في الأردن، هذا موضوع عالمي يعني، يعني من أكثر المواضيع النقاشية في العالم، ما بتعلق في شعوب معينة، ما بتعلق لا بشو، حتى الشعوب الأمريكية إذا بتفوتي على جوجل بتحاولي تعملي سيرش على هذا الموضوع رح تلاقي إنه للآن هم عم بيناقشوا دور المرأة كأم ودور المرأة كعاملة، وكيف ممكن إحنا نوازن، وإنه هل هي باستطاعتها إنه تحصل عليه كامل أو تفوز فيه كامل ولا لا. فاللي صاير إنه بالشارع الأردني أو بالبلد عندنا بالأردن عندنا يعني رأيين، رأي بينادي ببقاء المرأة في البيت مع الأولاد، ورأي آخر ينادي بذهابها إلى العمل بغض النظر. الآن اللي إحنا منطالب فيه هو أن لا يكون هناك أي توجيه خارجي أو داخلي إلى تسيير المرأة بطريقة معينة. يعني هذه المرأة هي إلها كيان، إلها أفكار، عليها واجبات بحكم طبيعتها الفسيولوجية، هي عمالها بتحمل، بتخلف، مسؤولة عن أطفال، فبالتالي يعني ربنا سبحانه وتعالى أوجد عليها أعباء معينة. هل هي أرادت أن يعني تستأثر بهذا الدور وتبقى فيه وتعيش فيه، أم أرادت كان عندها يعني نشاط ورغبة وطموح أكبر إنها تشتغل برا وتقدر توازن بإرادتها بدون أن يكون هناك توجيه من إما العالم إما الأفكار إما المجتمع؟ فهذا لا بأس به إذا كانت هاي فعلا إرادة المرأة. أما اللي إحنا عايشينه الواقع لنا اللي هو إنه هناك تسليط الأضواء يعني بكل الاتجاهات إعلام وغيره على أنه يجب أن تذهبي إلى العمل، وإذا لم تذهبي إلى العمل فأنت لست بإنسانة متطورة، لم تحققي ذاتك، لست ذات قيمة، وهذا مفهوم جدا مخيف. لأنه إذا بتلاحظي يعني صبايا صديقاتك وصديقاتي اللي ما عملوا بلاقوا حالهم في القعدات اللي بنقعدها مع سيدات عاملات يشعروا بنوع من الحرج انه هم يعني مش بمستوى العاملات، مع انه تحقيق الذات لنا هو ليس بالوظيفه ابدا، هو ليس بالوظيفه. يعني قبل شوي كنتوا عم تحكوا عفوا عن التطوع والعمل التطوعي، قديش بتخدمي فيه المجتمع انت وبتخدمي فيه النساء زيك وغيرهم. فتحقيق الذات للمرأة وهي قاعدة بتدرس ابنها وبتطعمي وبترضعه بإمكانها، خصوصا بالوقت اللي احنا فيه. حتى هلا ست مرام يعني ما عاد في شيء صعب بالضبط، عن طريق وهي في البيت ممكن النت تطور نفسها بالضبط، تلتحق في دورة بسيطة تاخدها وتعمل أشغال داخل منازلها بالزبط. والله إحنا بنستضيف سيدات كبار في العمر نعم، من مناطق نائية والله بيجونا بسيطين مش عارفين كيف يوصلوا للتلفزيون نعم صحيح، بيعملوا ماخدين دورة بسيطة في القش، في الأشغال اليدوية، في المطرزات، في عمل الألبان، بلشوا في مشروع كتير صغير من مطبخهم وعم بيبيعوا للمجتمع المحلي. فمش ضروري خروج المرأة خارج منزلها للعمل أو الوظيفة نفسها. بالذات الوظيفة. يعني اللي بيسموها الكارير، إنه يور كارير. هلا هذا لنا هذا التوجيه للمرأة بهذا الفكر، هذا اللي احنا يعني بنحاول ان يعني نفهمه للمرأة. اذا كانت ارادتك هي يعني بتخليكي تطلعي وتشتغلي وعندك طاقة اطلعي طالما هي ارادتك، اما يفرض عليك يعني فرضا هذا اللي بنرفضه. والان اصبح المشكله هاي الفكره ليست فقط عند الصبايا البنات، اصبحت عند الشباب. الشاب صار لما بده يدور على العروس بده اياها بتشتغل، بده اياها صاحبه منصب، سيده اعمال، يعني صار هذا الايمج. حتى بتعرفي خلينا نحكيها بواقعيه ست مرام، وهو احنا بنحكي احيانا اذا السيده نفسها بنفسها حابه انها تروح تشتغل صح، وأحيانا قد ترغم بطريقة غير مباشرة لأنه هاي الأيام حتى الرجال بيبحثوا عن من تساعدهم، مش بس من تساعدهم ماديا، اللي بتشيلهم وبتوصلهم صحيح. نحكيها بكل واقعية بالزبط. أصبحوا يبحثوا عن سيدة إلها منصب، مديرة، وضعها المالي كويس، وضعها المادي كويس، لأنه هيك
هيك المجتمع صار يحكيه واقعيا. بالضبط بالضبط. هلا هذا الجانب الاخر، الجانب الاخر من عمل المراه، يعني احنا حاولت انا اغطي الجانب الفكري انه لازم المراه تكون هي بارادتها وليس بتوجيه من اي جهه كانت. الان الموضوع الاقتصادي اللي هذا عم بيفرض نفسه على المجتمعات ومنها مجتمعنا الاردني، انه اصبح اي تنين بدهم يتزوجوا مستحيل واحد يقوم بالحياه الزوجيه، يعني بده يا دوب راتبه على راتبها ليقدروا يستاجروا بيت، مصاريف الحياه الزوجيه، الاولاد. الان هون المشكله اللي صايره لنا، هاي عمالها بتعمل بتفسخ العلاقات الزوجيه. احنا في عنا شيء اسمه في الدين وفي الشريعه الاسلاميه نفقه المراه على زوجها. تمام. هلا يعني شوفي كيف ربنا سبحانه وتعالى كرم المراه، حتى اعتبر عدم عملها وتكريسها لذاتها للعمل في البيت ومساعدة الزوج وتربية أولادها، فأجبره بالنفقة عليها. وأنا كمحامية أطالب بأن تكون هاي مقننة، يعني أنا من رأيي أنها النفقة يجب أن تكون مقننة حتى بعقد الزواج، أن تكون شرط إضافي في عقد الزواج للسيدة التي تريد أن تكرس حياتها لزوجها وأولادها، ولكي تدعم زوجها وتوفر الأجواء الجيدة لعمله، أن يكون لها راتب، لأنه هذا عمل يا جماعة. هلأ الرجال بسمع. هلأ رح ينجنوا الرجال. هلأ بتعرفي إحنا إيش عندنا مشكلتنا لانا؟ إحنا فاهمين عقد الزواج خطأ. إحنا للأسف مفهوم عقد الزواج عندنا خطأ. عقد الزواج هو عقد قران أو عقد زواج بين رجل وامرأة فقط، وليس معه عقد خادمة، وليس معه عقد مربية أطفال، هذا مش موجود، هذا بالعرف، كله هذا بالعرف. فحتى الحياة والعمل المنزلي وأعباء الحياة يجب أن تكون بالتشارك. هلأ نرجع للمرأة العاملة بسبب الظروف الاقتصادية. تمام. هذه الست العاملة اللي بتقوم من الصبح بتجهز أولادها، بتحضر الفطور، بتجهز جوزها، بتجهز أواعيه، بتلبس هي، بتطلع من البيت قايم قاعد، بتضلها للساعة 3 ولا 4، بترجع بتركض تعمل اللقمة، بتطعم الأولاد. طبعا ست مرام أتوقف عند هاي النقطة. أنا بدي أحكي لك شو المشاهد هلأ ممكن يفكر. نعم. وبيحكي لك هذا واجبها، ليش تتزوج؟ بالضبط، هذا اللي انا بقوله، هذا اللي انا بقوله. ونحكي في واقعيه، خلينا نحكي الواقعيه. هاي الواقعيه لانا، انا يعني ايام بقول احنا مش لازم نستورد افكار من الغرب، لازم دائما حل مشاكلنا تكون مبنيه من واقعنا. يا جماعه واقعنا الان عم بفرض على المراه انها تطلع وتعمل وتساعد الرجل في الحياه. في عندنا نقطتين، في عنا موضوع المشاركة في أعباء الحياة الزوجية، هذه يجب أن تتغير في عقل الرجل. يعني أنا هذيك المرة بتناقش أنا وابني شاب في الجامعة، بحكي الله يسعدك، فبحكي له شو رأيك بعمل المرأة؟ بقول لي إيش يعني؟ إيش يعني شو هالسؤال يعني؟ ليش يعني كأنك بتسأليني شو رأيك في إنه المرأة تاكل أو تشرب؟ يعني هذا حق، صار حق إلها. بقول له طب شو رأيك إذا كان هذا العمل رح يأثر على حياتكم الزوجية؟ قال يعني هي مش المفروض هي كمان إذا قصرت في المنزل، شوفي كيف الأفكار الموجودة، إذا قصرت بواجباتها بالمنزل معناته آه هيك بيأثر علي أنا. قلت له إيش معنى تقصر بأعمالها بالمنزل؟ يعني أنت تروح تحط راسك وتنام، وهي تروح من شغلها وتبدأ يوم تاني من العمل، وين المشاركة؟ مش المفروض أنت تشاركها في الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم بأعمال المنزل في بيته، وهذا لا يعيب أحد. يعني هذا ليس فكر مستورد أو إنه والله فكر إحنا عم، هذا واقعنا. يجب على الرجل أن يعين المرأة العاملة في حياتها، ولا رح شو اللي رح يصير؟ رح يصير إنه المرأة هاي رح يزيد عليها الأعباء، رح تحبط، رح تروح تعبانة منكدة، رح تشعر بالوحدة إنه ما فيش حدا واقف معها، فبالتالي ببلش تفسخ العلاقات والمشاكل. طيب المخرج بس بيحكي معي، اعذرني شوية سالم، في نقطة هامة جدا وأنا بدي أستغل وجودك كأستاذة محامية. الآن السيدة ممكن تشتغل طول هالعمر وراتبها تنفقه مع زوجها، في كثير من السيدات على فكرة، طبعا. مش كثير، لا كل السيدات كلهم راتبها لبيتها ولزوجها، يعني نحكيها في كل موضوعية.
المشكلة إنه مثلا تقضي كل حياتها وهي نعم. هذا الراتب شعري في الأمان إنه خلص حياة وماشية طبعاً طبعاً. فما في أمان، ممكن إنه تكون واضعة كل فلوسها في هذا البيت والبيت تم مثلا تسجيله مناصفة بيناتهم وفجأة يتم الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج. نعم. ما حد يستبعده يعني. يعني وكويس إذا تم تسجيل البيت مناصفة. ممتاز. يعني بتعرفي أنا عاملة صفحة للوساطة على الفيسبوك فبكتب مرة إنه إذا كانت الزوجة العاملة تساعد الزوج في شراء منزل أو شراء سيارة، فهل أنت يا زوج يعني عندك الاستعداد تحط نصف البيت أو السيارة في اسم الزوجة اللي عملها بتساعدك هي فعلا؟ رجالنا برفضوا. إجاني جواب من لن تصدقي، يعني إجاني جواب من مدير مستشفى هون بالأردن، يعني شوفي طبيب ومدير مستشفى بيقول لي شو رأيك إن أكتب لها بالله شيكات ضمان، يعني شوف الاستنكار. طب ليش الاستنكار؟ أنا يعني كمحامية بمر علي حالات إنه بتكون 25 سنة وهي بتحط كل إشي بهذا المنزل بعدين بيطلقها بتطلع بهال 3000 اللي قبل 25 سنة وبالتقسيط وبالتقسيط وهذا إذا ما رفع عليها شقاق ونزاع ويعني بالزبط. فبتطلع ولا إشي. هل قوانيننا والتشريعات تحمي المرأة في هذا الموضوع؟ سيداتنا عندهم وعي في هذا الموضوع؟ نعم نعم. شوفي ستي بصراحة إحنا بحاجة إلى يعني قلب الأفكار بالنسبة للمجتمع في هذا الموضوع. السيدات العاملات في الأردن يخجلوا من المطالبة بحقهم، وهذا اللي أنا بحكي. أنا بقول الست يعني في الأوقات التي يعني يتجرأوا فيها بيكون في المكان الخطأ جرأة، والمكان اللي الذي يجب أن يتجرأوا فيه بيخجلوا. فلا، أنت في حقك يجب أن لا تخجلي، تطالبي بحقك. أولا إحنا في الدين الإسلامي عندنا الذمة المالية المفصولة، فابتداء من بداية الزواج أن يكون هناك ذمة مالية مفصولة بحيث يعني يتم الاتفاق عليها لنا، بحيث كل إشي أنا بجيبه ينحط باسمي وإنت بتجيبه حطه باسمك، أو يتم الاتفاق وليس هناك ما يمنع حتى في عقد الزواج أن يوجد شرط أنه أي شيء ينتج عن عملنا المشترك أنا وياك كزوج يكون مناصفة بيني وبينك بالاتفاق ما في ما يمنع. يعني أنا بدي أحييك ست مرام النبات الأستاذة المحامية ورئيسة جمعية حقوق الأسرة، لنوعد المشاهدين ناخذ هيك بند خاص يوعي سيداتنا بحقوقهم اللي كثير من السيدات بتجهلها. اهلا وسهلا فيك وشكرا لتواصلك معنا. شكرا. اهلا وسهلا. الله يعطيك.